وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يصف أقوال السفير الأمريكي مايكل ماكفاولا في موسكو بأنها وقحة. تصريحات لافروف تأتي رداً على تصريحات للسفير الأمريكي في موسكو قال فيها إن الحلف الأطلسي قد ينشر درعاً مضادة للصواريخ في أوروبا بالرغم من معارضة الكرملين. لافروف وعلى هامش زيارة إلى أذربيجان قال صرح زميلنا سفير الولايات المتحدة في روسيا بشكل وقح أنه لن يجري أي تغيير في مجال الدفاع الصاروخي، وأضاف حسب العادة يفترض أن يكون السفير صديقا للدولة التي يقيم فيها وأن يفهم أنه ينبغي أخذ مصالحها في الاعتبار. وكان السفير الأمريكي ماكفاول قد أعلن مؤخرا في مقابلة له أن واشنطن ستنشئ درعها المضادة للصواريخ في أوروبا الشرقية من دون قيود بالرغم من معارضة روسيا الصارمة للمشروع حيث تعتبره تهديدا لأمنها. وقال السفير لن نقبل أي قيود في هذا الموضوع نظرا إلى أن أمن مواطنينا هو من أولوياتنا. رد الوزير لافروف يأتي وسط أجواء متوترة مع السفير الأمريكي الجديد في موسكو وهو مهندس نظرية إنعاش العلاقات الروسية الأمريكية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كما يأتي وسط ضغوط تحاول واشنطن فرضها على موسكو في الملف السوري.